مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبه كتير كتير بسيطه ورائعه، عن جد كتير طيبه للفطور او للعشاء. شايفين وجبه اروع من هيك ما في، كتير روعه، ما بتاخد اكيد معنا وقت بالتحضير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا صينية حطت فيها ورقة الزبدة، وعنا هون حوالي ملعتين طعام زيت نباتي بدهن ورقة الزبدة. بحط الصينية على جنب. عنا هون كوسيتين بدي اقطعهم انا وياكم ونصفهم بالصينية. منشيل العرق بالأول، نفس الشي قطعتهم بهيدي السماكة. منصفهم بهيدي الطريقة. رجعت استعملت بس كوسية وحدة، طلعت مناسبة الكوسية للصينية، حطيتهم بهيدا الشكل. هلا بدي كفي انا وياكم. موجود عنا 6 بيضات، هلا بدي احطهم كلهم بالجات. بحط فوق البيضات رشة ملح، كمان فلفل اسود. بخفقهم مع بعض. رح احط فوق الخليط ملعتين طعام طحين، ملعقة اثنين. بكفي التحريك ليمزج عنا طحين مع البيض. عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بس راحت عنا التكتلات، هلا بحطهم على وجه الكوسيات. بعد ما حطينا البيضة على وجه الكوسيات هلا بحطهم بالفرن. هيدا الكوسة والبيض بعد ما حطيته بالفرن 10 دقايق. هلأ بدي رش على الوجه جبنة مازيرولا. أنا لما حطيت الكوسة والبيض حطيتهم قد ما فيني، وطيت الصينية حطيتها على الأسفل كتير، قربتها للأسفل. هلأ شو بعمل؟ بس لتدوب الجبنة بعليها للأعلى، كمان برجع بحطها بالفرن بس من الأعلى فقط. هيدي الوجبة بعد ما طلعت من الفرن حطيتها بس شوي حوالي دقيقتين لدابت عنا الجبنة. هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.